فترة بيظهر جروب على الفيسبوك بيعمل ضجة لأن فكرته جديدة أو اسمه غريب علينا. من أول جروب I know him وهو جروب للبنات، كل بنت بترفع عليه صورة الولد اللي مرتبطة بيه أو خطيبها أو حتى جوزها وتشوف هل في حد في الجروب يعرفه؟ وبالفعل طلع ان في رجالة مرتبطين بأكتر من بنت، ده غير ان ممكن بنت تدعي انها على علاقة بشاب عشان تعمل له مشاكل. اما جروب جت في السوستة فهو جروب عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، ويمكن ساعده على كده اسمه الغريب. عدد اعضاء الجروب تخطى 1.5 مليون. هو جروب شبابي بيناقش مشاكل الرجالة والشباب، سواء مشاكلهم الشخصية او مشاكل الحياة عموما، او بيقدموا نصايح لعريس جديد او يساعدوا حد عنده أزمة مادية. واخيرا جروب كيف تشقطين ذكرا، ده اسمه جروب سري للبنات، انتشر بشكل سريع على الفيسبوك. هدف الجروب ان البنات يساعدوا بعض في شقط الولاد. العضوة اللي عايزة تشقط ولد كل اللي بتعمله انها تكتب بوست فيه صورته بياناته بروفايل الفيسبوك بتاعه، واعضاء الجروب بيبدأوا يساعدوها ازاي توقعه وتخليه يحبها. والغريب ان ادمن الجروب لما اتسألت عن سبب تسمية الجروب كيف تشقطين ذكرا، ليه مش كيف تشقطين رجلا، قالت لأن الرجالة ما بتتشقطش.